أنا مها السقا، مديرة مركز التراث الفلسطيني منذ عام 1961. أنا هلأ ببيت جالة، بلدي الأصلية. تربيت في بيت فلسطيني علمني حب الوطن والانتماء له والعمل من أجله. فأنا في الانتفاضة الأولى شعرت أن هناك في نضال وسلاح آخر ندافع فيه عن وجودنا على أرضنا الفلسطينية، وهو النضال بالحضارة والتراث اللي الشعب الفلسطيني راكمها على مدى آلاف السنين. فالوطن هو تراكم تراث وتراكم حضارة، والشعب اللي راكم حضارة بهذا العمق يستطيع أن يقول هذا الوطن. ففكرت بإني أبني مركز التراث الفلسطيني في بيت لحم. طبعا أنا موجودة في بيت لحم هلأ لأنه زوجي من بيت لحم، وهو كمان عضو في بلدية بيت لحم ومهندس، فهو داعمني، هو الداعم الأكبر إلي معنويا وماديا. وكمان أولادي، عندي بنتي دكتورة بالأثار وهي مديرة قسم الشرق الأوسط بجامعة شيكاغو بالأثار، أولاد اثنين مهندسين، واحد معماري وترميم وفنان، هو كمان موسيقي وفنان رسام كمان. وابن الثاني رجع من أمريكا بعد 10 سنين حتى يساعدني في هذا المركز. كمان هذا الدعم المعنوي والمادي من كل الأسرة ومن أهلي كمان، باعتبار أنه أبوي مناضل سياسي ومبعد سنة 67، وهو كان مدير عام دائرة الانتخابات والشؤون العامة في منظمة التحرير من سنة 64 لل 67. فزوجي من بيت لحم وعندنا مبنى مناسب في بيت لحم، فأعطاني يا زوجي وبنيت فيه المتحف اللي بعدة بكل أقسامه. أنا بديت هذا العمل بالانتفاضة الأولى، فعملت أبحاث ميدانية في المخيمات وأخذت المعرفة من أفواه أصحابها وهي أصدق المعرفة. شعرت إنه الفلسطينية أهم إشي بتهتم فيه هو توبها الفلسطيني. ليش توبها؟ لأنه هذا توب عرسها، لأنه هذا تعلمت الطرز وهي عمرها 6 سنين حتى تسوي يعني تحضر لجهاز عرسها. وأنا من ناحيتي شعرت إنه هذا وثيقة وهوية لوجودنا بكل قرية ومدينة فلسطينية. من هذا المنطلق أنا ركزت أكثر إشي على التوب الفلسطيني. طبعاً سويت أول مرة عرض أزياء، فشفت ردود الفعل الإيجابية لما كنت أحكي عن بيت جبرين أو بيت دجن، أحكي عن القرية من خلال توبها، فكانت ردود الفعل إيجابية جداً وانبهار بجمال وثراء تراثنا الفلسطيني. قلت إنه يعني هذا بكفيش، العرض الأزياء بحضره 1000 2003، ففكرت أسوي بوست كارت وبوسترز، فوثقت المعالم التاريخية والدينية والأثرية بفلسطين من شمال فلسطين حتى جنوبها، وربطت فيها البشر بالحجر، يعني سور القدس مع تواب القدس، عكا مع توب عكا، يافا مع توب يافا، الخليل مع توب الخليل، بيت جالة مع توب بيت جالة، يعني أي معلم تاريخي أو ديني أو أثري ربطته بالزي الشعبي باعتباره هوية. مثلا صورت في قصر هشام بأريحة مع أقدم، أريحة هي أقدم مدن العالم عمره 10,000 سنة، وثوب أريحة الكنعاني عمره أكثر من 5,000 سنة. فبهذه الطريقة وثقت فلسطين التاريخية وعملت خارطة أزياء فلسطين وفيها معالمها التاريخية والدينية والأثرية وأزيائها الشعبية.
تراث إسرائيل لتراثنا. أنا بقول بعد ما إسرائيل سرقت الأرض ما لقتش تراث الدافع فيه عن وجودها على هذه الأرض، فبدأت تسرق في العديد من جوانب تراثنا. أنا كنت مرة في جامعة أن أربر في ميشيغان لأنه أهلي عايشين هناك، فرحت على المكتبة بتفرج على تواب العالم في هذه الموسوعة العالمية، وجدت أنه توب ستي توبة لحم موجود في الموسوعة ومكتوب تحته توب إسرائيل، فصورت هذه الموسوعة واتجهت فيها للعالم، يعني وين أنتوا من سرقة حتى توبنا الفلسطيني هو مسروق من إسرائيل. وتابعت هذه السرقة لحديت ما أخذت الجائزة العالمية المرأة والتراث، كانت لليونسكو، كنت الأولى في هذه الجائزة، وكان عندي تكريم في مدريد لما أخذتها. وتابعت هذه السرقة وهلأ انزالت، تابعتها من 1993، هلأ تفتح الأنسيكلوبيديا، هي اسمها The World Book Encyclopedia Volume 4 Page 692، هلأ انزال هذا التوب ولكن أطالب بإعادته. وتتويج لهذا الحكي دار الطفل في الخليل سوت أكبر توب في العالم، دخل موسوعة جينيس. كمان أنا كنت الديزاينر، يعني أنا نقيت لهذا التوب كل الزخارف الموجودة فيه، وحرصت أن تكون هي القاسم المشترك للزخارف الموجودة في أثوابنا الفلسطينية، واشتغلت فيه 406 هذا التوب. كمان إشي مهم جدا قام فيه المركز هو سويت أنا لفحة بابا الفاتيكان لما زار مخيم عيدة، كمان زي ولبس هذه اللفحة تبعت البابا كانت مزينة بمفتاح العودة وفيها كل رموز فلسطين وقبة الصخرة وكنيسة المهد ونجمة بيت لحم، وكنت سعيدة جدا أنه يلبسوا إياها أقدم أسير في مخيم عيدة، فكانت هذه زي رسالة أنه يعني مفتاح العودة هو حق مقدس للشعب الفلسطيني. أهلا وسهلا فيكم في مركز التراث في بيت لحم. المركز تأسس سنة 1991 بهدف توثيق وإحياء ونشر التراث الفلسطيني. المركز بتكون من عدة أقسام، اللي هو المتحف، القطع البيتية والزراعية، مشغل التطريز اللي بتشتغل فيه حوالي 40 ست في المركز، عندنا معرض للوحات التراثية، عندنا النول اليدوي اللي بننسج عليه القماش، الخيمة البدوية والقعدة العربية، وموقع تأجير التواب للعرايس حتى نسوي تواصل بين الماضي والحاضر. نبدأ هون أول إشي بالمركز هو مفاتيح العودة. طبعاً هدول أنا سويت بحث ميداني في المخيمات وأخذت المعرفة من أفواه أصحابها وهي أصدق المعرفة، وهذا كل مفتاح هون بمثل قرية ومدينة فلسطينية. هدول القطع التراثية اللي إحنا الموجودة بالمركز هي من بيوتنا اللي رحلنا منها. في عنا هون الجرة، في عنا الطابون، في عنا كل هاي القطع البيتية، لوح دراس، الجرار، هون في عنا ماكنة التجريخ السكاكين والميزان. احنا هلا في اهم غرفه انا بعتبرها في المركز، هذه الغرفه دائما انا بقول الغاء مقوله ارض بلا شعب لشعب بالارض. اذا عيله وحده، عيله اهلي، عندنا صور ل 1885 وعندنا بيوت ل 100 سنه، انا ساكنه في بيت عمره 100 سنه وبيت سيدي عمره 400 سنه، وهلا احنا تبرعنا فيه حتى يصير متحف في بيت جالا لحفظ الذاكره من أهل بيت جالا وتراث بيت جالا، ورح يحط غرفة من هذا البيت تحفظ تاريخ عائلتي كمان اللي بتمتد لمئات السنين.
تتكون هون من قاعدة عربية، هون القرية الفلسطينية. شوف جمال مخداتنا قديش كنا إحنا غنيين جداً في هذا التراث الجميل جداً. هيك كانت الوسائد، يعني كانت الأرض العربية هيك، وشوف قديش كانت مريحة، وكل المكونات في هذا المركز هي قطع تاريخية لا يقل عمر أي قطعة هون بين 80 و100 سنة. يعني مثلاً هدول كانوا يحطوا وراء العروس مشان يضووا بدل الضواء كمان. يعني كل قطعة هون تحكي تاريخ عائلي من عائلات فلسطين. هون عنا للقهوة وللحبهان، هون عنا السلة الموجودة فوق هي كانت لحفظ الأوراق المهمة أو التطريز. يعني هون كل قطعة بتحكي تاريخ هذا الشعب الفلسطيني المناضل. هاي الغرفة أنا كتير مبسوطة، هي لإحياء التراث الفلسطيني بممارسته. يعني العروس يوم الحنة لما تلبس هذا التوب هي بتلبسه لأنها ستها لبسته، وهيك بهاي الطريقة فقط إحنا بنقدر نحافظ على تراثنا ونسوي تواصل بين الماضي والحاضر. وفي عدد كبير، يعني خصوصا بعد الانتفاضة صرنا نشعر انه في عنا سلاح، في عنا نضال، في عنا تراث، نقول احنا موجودين على هذه الارض الفلسطينية منذ الاف السنين. يعني بتيجي العروس من الخليل بتقولي انا بدي توب الخليل، بتيجي من صفد بتقولي انا بدي توب صفد. شوفوا ما اجمل توب صفد، توب الشمال، جلاية الشمال كمان. يعني كل منطقة إلها توبة، بتيجي من رام الله بدها توب رام الله زي هذا التوب مثلا. فكل بلد إحنا بنسوي بهاي الطريقة مع العرايس تواصل بين الماضي والحاضر. الحقيقة أبداً أنا بقول هذه رسالة، مش بس مها السقا بتشتغل في التراث الفلسطيني، لو ألف اشتغل بالتراث ما بعطيه حقه، ولكن أنا بقول إنه ياريت يكون في عنا اهتمامات أكبر وأكبر في المنهاج التدريس الفلسطيني بأهمية تراثنا، يبدأ من التمهيدي حتى الجامعات. هذا هو الذي يحافظ على تراثنا الفلسطيني. أنا طبعا مبسوطة جدا إنه في عندي مجموعة من الستات المثقفات اللي هن أعضاء في هذا المركز. هو طبعا مركز خاص، ولكن هو يعني يضم العديد من المثقفين والمثقفات اللي بيحبوا هذا الشغل. وأنا سعيدة كمان إنه ولادي وبنتي دكتورة بالآثار، وولادي رح يكملوا المشوار هذا. ولكن هي مسؤولية كل فرد من الشعب الفلسطيني إنه يحافظ على تراثه الفلسطيني ويعتز فيه ويمارسه حتى يقول أنا فلسطيني وأعتز بفلسطينيتي، وفلسطيني أجمل بلدان العالم. أنا بقول يعني زرت 40 دولة في العالم، أنا لا أجد أجمل من فلسطين. والحقيقة إنه ما إلك مكان في العالم إلا في وطنك أنت، لك فقط لك كرامة فقط على أرض وطنك، ولكن في كل دول العالم أنت غريب، وهذا ما حصل مع الشعب الفلسطيني. فأتمنى عودة سالمة وحق العودة لكل فلسطيني أن يعود إلى وطنه. ورسالتي من خلال هذا الثوب الفلسطيني أن يعود أصحاب هذه الأثواب إلى القرى والمدن التي رحلوا منها.